انت ممكن تسحب الناس اللي معاك، انت تقدر تسحب الناس اللي معاك واصحابك في الطريق اللي انت عايزهم يمشوا فيه، بس في ناس لازم تكون مخلي بالك قوي على نفسك عشان تقدر تسحبهم. لو هم غرقانين وانت ما عندكش الاكسبيرينس الخبره عشان تسحبهم، هتلاقي نفسك مشدود معاهم. حتى لو انت سباح ماهر، بس لازم يكون عندك الاكسبيرينس اللي انت تشد حد معاك عشان هو ما يشدكش. الصاحب ساحب، لا تسحبه لا يسحبك. مين فينا عنده شخص لازم يسحبه؟